تعمل وزارة الصحة العامة على تذكير الأهل ومقدمي الرعاية بأهمية تلقي أطفالهم اللقاحات الروتينية وعدم تفويت أي من الجرعات لحمايتهم من الأمراض المعدية والخطيرة التي قد تهدد نموهم الصحي وحياتهم. اللقاحات الروتينية منقذة للحياة وضامنة لنمو أجيال تتمتع بالصحة والبنية القوية. اللقاح آمن وفعال وذات جودة عالية، وهو مطابق للمعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية. اللقاح مجاني، تؤمنه وزارة الصحة العامة مجاناً لجميع الأطفال في أكثر من 800 نقطة تلقيح وعيادات ومستشفيات حكومية وخاصة موزعة على كافة الأراضي. يتم حفظ اللقاحات لضمان جودتها العالية في برادات تعمل على الطاقة الشمسية. يتم فحص حسن سير عملها بصورة دورية. لا سبب يقف وراء عدم حصول أطفالكم على لقاحاتهم الروتينية.